هاخدكم لمقال وقفنا عنده النهارده، السياسه الماليه ومكوناتها من اهم الادوات الاقتصاديه للدول والحكومات للتاثير ودفع الاقتصاد والانشطه الاقتصاديه. ده كلام دكتور احمد كوجك وزير الماليه في مقال نشرته جريده اليوم السابع يوم الثلاث اللي فات. في هذا المقال وزير الماليه اتكلم عن ان وزاره الماليه المصريه من اقدم واعرق وزارات الماليه على المستوى العالمي، وعلشان كده قرر مشاركه المجتمع المصري والقارئ وكل من هو مهتم بالشأن الاقتصادي المصري برؤيته ومستهدفات فريق عمل الوزارة ومؤسساتها بما يسهم في خدمة بلدنا واقتصادنا وشعبنا. في البداية في هذا المقال الأهداف والأولويات الرئيسية للسياسة المالية خلال المرحلة الحالية تعمل على أربع محاور، هي صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي وبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال. المحور الثاني توسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة وتطور التكنولوجي. المحور الثالث استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية. والمحور الرابع سياسات داعمة للجانب الاجتماعي من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته في تحسين مستوى المعيشة. وزير المالية في هذا المقال اتكلم عن أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية تعمل على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة المنتجة والقادرة على خلق فرص عمل مستدامة ولائقة بشبابنا وأبنائنا، مع ضمان أن ده ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة وتوزيع الدخل. يعني أكتر حاجة نقدر نقول أنها مهمة في هذا المقال أو أسعدتني يعني أقول أن وزير بيعرض رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية اللي هتشتغل عليها، يشارك المواطن بكل المعلومات المتاحة ويدرك أن المواطن من حقه ومن حق المجتمع المصري أنه يطلع على هذه السياسات. وبالتالي كان هذا المقال بيعرض هذه المستهدفات الخاصة بالسياسة المالية خلال المرحلة الحالية. الحقيقة هو مقال مهم، أنصح أي حد مهتم بهذا الأمر أنه يقرأ هذا المقال اللي موجود ومنشور في اليوم السابع.